السلام عليكم احبابي وصحباتي والاهل ديالي ومماتي اخوتي وصديقات ديالي كما كنقول لكم وبنياتي. اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكون على خير وبخير. كما كتشوفوا معايا جدي البات مشغل يديكم بالتاويل والسماقه وجلال مغربيات فيهم فريمون واعرين. جدي البات كلهم براندة، كلهم خدمات اليد 100%، شي حاجه اللي زوينه وانيقه وراقيه جدا في نفس الوقت غادي ندير فيها ثمن اللي زوين بزاف. هاد الجلبات اللي غتشوفوا معايا كلهم دو بياس، كلهم توب غزال، كلهم رائع. بالنسبه لهاد الجلبه 1000 درهم. قربوا ليا باش شوفوا معايا، شوفوا معايا الرنده فريمون على شعيره، عرفتي نقول لكم في حله ميته ميته. شوفوا معايا ديطايلي مزيان 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 على هاد الرنده، عطاك الله الصحه فريمون، شي حاجه اللي زوينه وجايه فوق منها هاد التنبيته اللي حتى هي متقونه متقونه رقيقه رقيقه، جايه غزاله فريمون. شي حاجه انا مفتخره بهاد الصنعه ديال الرنده اللي هكا متيوله ونقيه في الخدمه ديالها فريمون. راه الاتقان شي حاجه اللي زوينه وكتبقى شي حاجه اللي كنفتخروا بها. كما كتشوفوا معايا شوف 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 هي البريوات ولا هي التضريش، شحال راقي وزوين ومتيول. كتجي جلابه متيوله بيان سور دو بياس، نقدروا نلبسوها بوحديتها ولكن دو بياس كتجي راقيه وليها واحد الهيبه في اللبسه ديالها الجلابه وسورتو هذا الكحل. يا سلام. كما كتشوفوا معايا القميص الكوير اللي جاي داير هكايا غزاله، جلابه متوله. وكما قلت لكم باش تاخذوا هاد الجلابه بهاد الثمن بهاد الرنده بهاد الاتقان وبهاد الثوب بألف درهم، والله العظيم الا من عندي كنقول لكم الا جلابه سعدات اللي غادي تجي من النصيب ديال هاد الجلابه. بالنسبه للعبار نتاع لاطاي ال اكس لارج دبل اكس لارج، دونك مرحبا بكم والف مرحبا مع ليكم. الا عجبتكم شي جلابه من هاد الفيديو اللي غنقدم لكم ان شاء الله، هي اتصلوا بالنمره اللي كاينه في الشاشه ومرحبا بكم والف مرحبا. نمشي جلابه اخرى باش ما نطولش عليكم، جلابه اللي حتى هي رائعه وفي الكحل، نيت خليكم جلابه اخرى نيت في الكحل وبالرنده. ولكن دابا عندي واحد الرنده اللي سما وحسبيه رائعه لمحبين البساطه والاناقه، وهاد الجلابات في اي وقت في اي مناسبه وان شاء الله مناسبه فرحه ان شاء الله. شوفوا معايا يا سلام، شوفوا على رنده فريمون، راه كنقولها وكنعاود عطاه الله الصحه للصنايعيات المعلمات ديالي، كنشكرهم الصراحه. راه حنا راه الحمد لله راه ماشي بوحديتنا، راه حنا ايكيب وتبارك الله عليهم، تبارك الله على فاطمه هذه اللي مصاوباها بالضبط، كنقول لها شكرا بزاف لان فريمون الخدمه ولا غلطه. شوفوا معايا هاتي راه ميته على الثوب، الغرزه على شعره ما كيبانوش شعري كاع، وجايه الطريزه ميته. صلاة على النبي على ليديدات نتاع المعلمات ديالي. شوفوا معايا شوفوا التضريس، شوفوا التضريس الحلاوه ديالو شحال بتيوت وصغور، تقول وريقات بالورقه اللي مطويين ومبطنين فريمون. الخدمه راقيه راقيه بزاف بيان سور، حتى في القبيب في القميص كما كتشوفوا معايا. يا سلام فريمون جلي لي غزاله مخزنيه كما كتشوفوا الافتتاحات، القميص خلاص راه حتى لتحت وجايب هاد الافتتاحات اللي كيجيو رائعين وزوينين متولين، تقدروا تلبسوها مع بليغه مع بوتين باش ما بغيتو نتوما توب دومي سيزون، يعني غتبقاو تلبسوها دابا حتى لشهر 6 فريمون. جلابه غزاله وطبيعه الحال تقدروا تلبسوا جلابه بوحديتها بشكل اخر مع قميص اخر فريمون. جلابه غزاله والثمن ديالها 1000 درهم بالنسبه للاطاي من ال حتى للدوبل اكس لارج. نتمنى حتى الجلابه تعجبكم، نمشيو جلابات اخرى نخليكم معايا. يا سلام على هاد الجلابه شحال رائعه، شحال مسقمه وشحال متوموله وشحال من خويا وشحال فيها هاد الخدمه، ولكن جايه واعره واخا فيها هادشي كامل جايه واعر، سورتو ان الكحل في الكحل. غنقرب لكم اجي حدايا باش تشوفوا هاد الجلابه شحال غزاله. شوف غنقرب شويه للضو، ما عرفت الضو واش كيبان مزيان. شوف هي جايه كلها بالرباطي والمسلول، مسلول رباطي مسلول رباطي مسلول رباطي مسلول رباطي، الرنده والصدر جاي غزال غزال، عرفتي الخدمه اللي فيه كتهبل فريمون، شي حاجه اللي راقيه. شوفوا معايا الكميمات، جاي المسلول وجايه الرباطي نتاع اليد بيان سيغ، الرباطي ديال اليد خديمه كما قلت لكم متوله متوله. شوفوا معايا الجليبه دايره جلابه فوق من جلابه نتاع السوسدي، شوفوا السوسدي شحال رائع. فهاد الجليبه يقدروا تلبسوها حتى هي مع قميص من تحت منها كما درتو لونو، سواء في الكحل ولا شي كولا اخرى غيجي غزال، حيت هي جلابه وكلها مخدومه بالرنده وهابطه هاد الجليبه
تحتانيه كامله بالراندا حتى لتحت، نوريها لكم باش تشوفوا معايا كيفاش جايه. حتى هي بالراندا هابطه حتى لتحت، فريمون جلابه بالسوس ديال غزاله، بالفتيحات ديالها، بالتضريس، بكل شيء، بالبارما. فريمون شوفوا معايا الجلابه رائعه. وحتى هي التحتانيه ها نتوما شوفوا معايا، راه جوج قبيبات، القبيب الاولاني والقبيب. بالنسبه لهاد الجلابه راه مليفه، فريمون مليفه واعره، فيها مليفه غزاله نازله نتاع العام كامل. لبسيها في الصيف وفي البرد، فوق ما لبستي هاد الجلابه خاص صراحه اي سيده تكون عندها، فالله يجيبها الرزق والتيسير، وتستافدوا معايا بهاد الجلبات اللي فريمون خداو واحد الوقت طويل باش تخدموا، وتخدموا بهاد لافينيسيون وهاد الخدمه زوينه. بالنسبه لهاد الجلبه 1200 درهم ثمن، والله العظيم الا زوين. باش تاخدي جلبه بالسوس دي راكم عارفين، جلبه بالسوس دي، توي بالسوس دي، والمليفه بشحال غادي تاخديهم، وزيدك الخدمه دياريه نتاع اليد بالمسلول والرنده. فريمون جلبه غزاله، وثمن كما قلت لكم 1200 درهم. مرحبا بكم والف مرحبا. الى عجبتكم شي حاجه هالنمره مرحبا، كاين توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. تحيه للجاليه المغربيه ديالنا اللي كنلقى واحد الدعم، واحد لي كومونتير زوينين من جهتكم، هلا يخطيكم عليا. خليكم معايا في جلبات اخرين اللي حتى هما متميزين بزاف، وعلبه رائعه رائعه بامتياز. شيتها شي عروسه مولاتي، الله يعطيكم فين تفرحوا ان شاء الله. هاد النوعيه نتاع الجلب فريمون تاع السيدات الراقيات المتولات، اللي فريمون كيقلبوا على بياسات اللي مفينين زوينين، وكيقلبوا على الاناقه والتميز في نفس الوقت. شي حاجه غوا، شوفوا معايا المسلول، شوف الخدمه عاتي بالشعيرات، هذا الشيء راه شعيره على شعيره، خدمه اليد متقونه متقونه، الرباطي المسلول وهي غاده بالرنده هابطه فريمون حتى لتحت بالرنده. شوفوا معايا، شوفوا الرنده اللي مخدومه فيها بطبيعه الحال، بالطرز فوق منها نتاع السبوله، وكما كتشوفوا معايا حتى الكميمات. شوفوا معايا القميص التحتاني اللي حتى هو هابط كامل بطبيعه الحال، جلبه فوق من جلبه هابطه بالرنده. وما نقول لكم شاهد جلبه مليفه الحرير، شوفوا معايا او دو فاس ها نتوما باش تشوفوا، شوفوا الفاس الداخلاني. الخدمه بيان سور كما كتشوفوا شحال متيوله ونقيقيه، الرباطي والمسلول كيجي زعما كما كنقولوا اوكتو فيرسو، الخدمه متيوله واللون كيحمق فيها، واحد المخضر واحد المخضر، وداخل فيه فحال فيه هاد الشعيرات نتاع الموف اللي بالتبطين. فريمون مليفه غزاله نتاع الحرير، شوفوا تلقاو هاد المليفه خدوها بعينيكم مغمضه، كتجي من خويه. شوفوا شوفوا لا كومبي نتاعها شحال كتجي غزال، كتجي فنه متوله، وكتجي للمناسبات يا سلام. كما قلت لكم راه حتى عروسه تلبسها نفيسه، سيده اللي هي فريمون كتعشق التميز في اللباس ديالها وفي جلباتها والسماق في الحطه كما كنقولوا. نتمنى حتى هاد الجلبه تعجبكم. بالنسبه للثمن ديالها 1200 درهم بالقميص وبالجلبه وهاد الخدمه كما كنقول لكم متميزه وغزاله، ولكن تستاهلوها والله تستاهلوا هاد الخدمه اللي خدمتها بالعشق من قلبي ليكم. خليكم معايا شي جلبه، شوفوا معايا محبين قوقي ولا الموف، فريمون جلبه زوينه انتي ولا خدمتها. تشوف هاد الفيديو برعايه زوينه في الخدمه وراقيه في الخدمه، كلهم بالرنده، كلهم خدمه اليد. شي حاجه اللي كما تعودتوا مني كندير شي حاجه اللي من قلبي ليكم. فنقرب لكم شويه باش تشوفوا معايا، شوفوا معايا المسلول عاتي، راه الخدمه اللي فيه راه ما نقول لكم شي، شحال غزاله شحال واعره، وهي بصراحه كتاخذ الوقت ولكن كتجي شي حاجه زوينه بزاف. شوفوا معايا في الكميمات متقونه واحد الاتقان يا سالم. فمو صراحه واخا تاخذ الوقت وتطلع الحاجه زوينه كتبقى متميزه. وكما كتشوفوا القميص دايرين هنا في الخضر، حتى هذه مليفه اللي هي دو فاس جايه بالخضر كما كتشوفوا الخدمه ديال اليد. شوفوا معايا انا كنوريكم الظهر ديالها، غرزه بغرزه، شتي هادشي غرزه بغرزه وسلان على حق وطريق. وشوف فريمون راه كلها مخرقه باليد وهابطه بطبيعه الحال بالرنده، من جناب من كلشي. القميص اللي جاي من التحت في الخضر فوالا كما كتشوفوا معايا، واصلا الجلابه ديك العطفه اللي فيها ولا كديك الدوبلوغ اللي كيبان بحال هكا في الخضر كتجي زوينه. جلابه اللي فريمون مليفه، فيها سخنه وزوينه وطايحه ونازله ومتيوله في نفس الوقت. فكنتمنى حتى هاد الجلابه تنال الاعجاب ديالكم، فريمون جلابه رائعه
والالوان اللي داخله في هذا الخضر مع هذا القوقي شي حاجه متميزه بزاف. وعاد فما واحد لا فيديو كان عندي كنت حارصه انه يكون فيه جلبات زوينين اللي يستاهلوا الكليانات الراقيات ديالي اللي كنبغيكم حتى انا كما كان يوصلني داك الحب ديالكم. فعلى هلا خطيكم عليا وشكرا بزاف على الثقه ديالكم. بالنسبه للعبار نتاع هاد الجلابه ال اكس لار اكس ال والاكس لارج فمرحبا بكم. ما تردوش الى عجبتكم شي حاجه النمره نتاع الواتساب كاينه ما عليكم يتصلوا بنا. مرحبا بكم. كنوصلوا داخل المغرب كامل مع تيزلا وخارج المغرب في اي بلاصه في جميع الدول بطبيعه الحال مع الدي اش ال. فمرحبا بكم. بالنسبه للثمن 1200 درهم هذه الجلابه فريمون خدمتها والله العظيم الا تستاهل. راه ماشي راه انا فريمون كنحاول انني ندير نقرب الثمن اللي باش طايحه الحاجه باش كما كيقولوا حتى الكليانات ديالي يكونوا راضيات وحتى انا راضيه. فخليكم معايا نمشيو لجلابه اخرى ماشي لبن اللون في اللون اللي كيبقى راقي وكيبقى انيق في اللبسه. ما نقولكمش هذا المارون شحال جاي فن فن كيحمق فريمون رائع. شوفوا معايا الخدمه فريمون هذا الشيء راه كله باليد خدمه كتحمق نتاع لي كوكياج بلي بغيت يعني اي غرزه اعتراف نقول لكم شرا تبارك الله كلشي فنانات كلشي مبدعات هابطه بيان سيغ بالرنده. شوفوا معايا الرنده شحال رقيقه متوله حتى لتحت من طبيعه الحال. الكميمات اللي جايين حتى هما بنفس الخدمه نقرب لكم شويه باش تشوفوا معايا الكميمات اللي جايين بالرنده بطبيعه الحال حتى القميص اللي جاي بالطرس جاي القميص من التحت فريمون جلابه فنه كتحمق بطبيعه الحال. شوفوا فحال هكا حتى الا كانت شي حطره ثقوا بيا كتجي غزاله ندير لها هي هكا شي تشميره بحال هكا نمشيو عندنا شي بغوش هنا ونمشيو نحطرو فريمون راكم عارفين شويه د الماكياج وهكايا جلابه حطاريه نتاع التضخيم. هاد الجلابات كيجيو كلاس وكتبان السيده راقيه في اللبسه ديالها. خلينا دابا من وما بقاش لا مود داك الشعير وداك الشيء لا سامبليسيتي وباينه فيها الخدمه. شوفوا الثوب غزال كما كتشوفوا جاي فيه هاد لاطوش نتاع الكوير وفي نفس الوقت جاي هاد الخدمه اللي فريمون غزاله راقيه بزاف وكتعطي واحد اللمسه نتاع الخدمه الدياريه البلديه اللي كتذكرنا بالجلابه المغربيه الاصيليه الرنده التاوين نتاع الخدمه الرباطي ديال اليد اللي بغيد فريمون جلابه غزاله ولا اروع. وكما كتشوفوا معايا الافتتاحات في الجناب متيوله طوله طويله محترمه في اللبسه وفي نفس الوقت راقيه جدا. فهاد الفيديو كما كنقول تحت رعايه الذواقات الراقيات. فهاد الجلابه هكايا دو بياس 1200 درهم بالقميص ديالها بالخديمه اللي متوله وغزاله. نتمنى ان تعجبكم حتى هاد الجلابه. فغنمشي للجلابات اخرى اللي حتى هما متميزين ويستاهلوا الذوق الراقي ديالكم. الكرانه دائما كنقول هاد اللون الشخصيات القويه البارزه والانيقه كما كتشوفوا معايا جاي بهذا الباج كيحمق. نقرب لكم باش تشوفوا الخدمه شحال متوله وغزاله. شوفوا معايا يا سلام هذا الشيء كله الخدمه تتسمى التركي خدمه ديال اليد بشعيره فريمون شي حاجه متوله. الخدمه اللي جايه بالرنده فريمون تتهبل. شوفوا معايا حتى بالكميمات التضارس اللي جاي في القميص وجاي في الجلابه شي حاجه متوله يا سلام. شوفوا يديكم كما كتشوفوا القميص كي كيجي من تحت من الجلابه جاي هاد لاكولاغ مع هاد الكرونا جايه جلابه متوله الثوب كيحمق فريمون الثوب غزال. نقول لكم صعيب الصراحه في الخدمه ما نكذبش عليكم لان جاي فيه في حشكل نتاع الجلد حشكل الكوير واللي برا كتجي قاصحه. فالله يسمح لنا بالذنوب حتى المعلمات فريمون راه كان كيخدموا وصعيبه عليهم لان الثوب بحال اللي كتقول ملي كضرب الابره كتقي الصبع ولكن طلعوا زوينين هذا هو اهم حاجه. هما حتى ملي كيخدموا شي حاجه وكتعجبهم حتى هما براسهم كيفرحوا وكيقولوا بعدا كي طلعت الحاجه زوينه. فبصحتكم وراحتكم نتمنى حتى نتوما تشاطروني الراي وتعجبكم هاد الجلابه فريمون شي حاجه اللي زوينه. هاد النوع نتاع الجلابات حتى هما يلاقوا العريصات النفايسات والسيدات الراقيات اللي كيبغيو يكونوا متميزات دائما في التاوين ديالهم في جلاباتهم. طلاق كما قلت لكم الحطيره طلاق لشي مناسبه الاعياد وفي نفس الوقت طلاق للخريجات اللي بيناتنا لو غادي نكزيو شي صواب ولا شي حاجه وفي نفس الوقت نقدروا نلبسوا الجلابه بوحديتها كيف نقدروا نلبسوها مع القميص ديالها. نتمنى حتى هاد الجلابه تعجبكم. مرحبا بكم ثمن 1200 درهم. الى عجبتكم شي جلابه اتصلوا بينا في الواتساب كما قلت لكم كنديروا توصيل داخل المغرب مع تيزلا وخارج المغرب مع دي اش ال. مرحبا بالجميع خليكم معايا. هاد الجلابه شحال راقيه فيها واحد اللون كيحمق هاد البشطوب مع هاد الغوز كاشيري
جات غزاله، جات رائعه الصراحه، فريمون جات زوينه زوينه زوينه، عجبتني. تانا ناخذ وحده معكم ونشارك معكم، حيت فريمون خديمه فيها غزاله، اللون كيحمق وجات مع هذا الغوز غزاله. غنقرب لكم باش تشوفوا معايا الخديمه شحال جات فينا. اسمحوا لي كما كتشوفوا، جاي هاد الكوكياج بلي بغيت خديمه نتاع الراندم طبيعه الحال، الكميمات اللي حتى هما دو بياس بيان سور بلا موسلين من التحت، والخديمه نتاع الراندا اللي جايه متيوله، الراندا هابطه فيها حتى لتحت، هاد اللون جا رائع. جات جلبه متيوله مسقمه غزاله، زوينه الاعياد وزوينه المناسبات الخاصه اللي كتكون بين العائله. فكنتمنى حتى هاد الجلبه تكون نالت الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم، حيت فريمون الجلبه تستحق انكم ديروا لي لايك عليها وتقولوا لي الكلام الزوين اللي كنتسناه دائما. فمن طبيعه الحال اللي عجبتكم شي حاجه ما تردوش انكم تسكرينيوها وتصيفطوها لنا في النمره اللي كاينه على الشاشه. مرحبا بكم، الف مرحبا. بالنسبه للعبارات كما قلت لكم من ال حتى الدوبل اكس لارج، فدائما كيكون مره كنديروا لي طاي صغار مره لي طاي كبار. فغنمشي لاخر جلابه بالنسبه للثمن 1200 درهم. مرحبا بكم، الف مرحبا. بالنسبه اخر جلابه بقات معنا، خليكم معنا ما تمشيو لعين، حيت عمر الجلابه حتى هي اللي مازال روعه وتستاهل الذوق الراقي. اخر جلابه معايا هو البلو ماغين، الجلابه اللي حتى هي كتحمق لنا. راكم عارفين البلو ماغين كيجي زوين وعنده محبين بزاف، المحبين الكحل دائما كيميلوا حتى البلو ماغين ملي كيبغيو يبدلو. فالصراحه الجلابه غزاله كما كتشوفوا معايا، شوفوا جايه هاد الطريزه غزاله، كتجي اون غولييف خديمه اليد، الرنده اللي هابطه فيها ميته كتحمق هابطه حتى لتحت. شوفوا معايا شحال متوله في الخدمه ديالها، جايه غزاله او بيان سور حتى في الكميمات، خديمه اللي جايه متوله بزاف، ماما شي حاجه اللي راقيه. صراحه راه بالقميص ديالها جيت كنقلب الله غالب ما هزيتها شي من المحل باش نجيبها نصورها. فهادشي اللي كاين راه بالقميص ديالها، حتى هي بحال اللي سبق لي وريتكم نتاع لا موسلين، فيه التضريس فيه الرنده حتى هو. فهذه هي الجلابه اللي فريمون متوله، وكما كنقول لكم دائما البساطه شي حاجه اللي راقيه وزوينه بزاف. نتمنى في اخر الفيديو تكونوا استمتعتوا معايا بهذا لا فيديو اللي فيه جلابات كما قلت لكم، الناس اللي راقيات ومتولات باغيين جلابات اللي هكا متميزين وتكوني لابسه بوحديتك. مرحبا بكم، الف مرحبا. الا عجبتكم شي حاجه النمره نتاع الواتساب اتصلوا بينا، الف مرحبا بكم، ونتمنى تكونوا على خير وبخير، والسلام عليكم.